خلينا نتكلم مع اعضاء الجمعيه العموميه النهارده عن مباراه الزمالك وبيراميدز. زي ما قلت المباراه اللي مش سهله. تمام، هي مباراه تقيله فعلا، وبس الزمالك قدها، لان احنا النهارده زي ما حضرتك قلتي الزمالك تيم كويس جدا، منظم جدا، وفي استقرار بدا في النادي. احنا عندنا النهارده ما فيش اي لاعب اكبر من النادي. النهارده اللاعبين النهارده بتلبس شيرت الزمالك، فانت المفروض قده. يعني انت لابس شيرت الزمالك فانت قده، بتأدي النهارده بكل روح النهارده، لان انت عندك استقرار بدا، مدير فني ان شاء الله بعد كده هيكون موجود، لعيبه النهارده على اعلى مستوى هتكون موجوده عندنا النهارده، فما عندكش حجه ان انت تأدي كل اللي عليك. يعني انت لازم تأدي كل اللي عليك النهارده ونظهر مظهر كويس، عشان الزمالك فعلا محتاج النهارده للانتصار النهارده في الماتش النهارده. شكرا. النهارده شفنا طبعا استقرار، وزي ما بنقول دايما الاستقرار بينعكس على اللعيبه، فشايف الى اي مدى؟ انا شايف ان استقرار الفريق، استقرار الاداره، استقرار الاداره الحمد لله بقينا عندنا مجلس اداره منتخب من الجمعيه العموميه، قادر ان هو يحافظ على الكيان بتاع الفريق كله وبياخد قرارات. انا شايف ان القرارات اللي خدها دي قرارات تاريخيه، والقرارات دي ان شاء الله تكون في مصلحه الفريق، ان مفيش حد يحس ان هو اكبر من نادي الزمالك او من شيرت الزمالك. احنا كل اللي احنا عايزينه 11 راجل ينزلوا الملعب عارفين يعني ايه نادي الزمالك، وعارفين يعني ايه قيمه نادي الزمالك. وتشيرت الزمالك ده مش اي حد يربس تشيرت الزمالك، تشيرت الزمالك ده ناس كتيره بتتمنى تعدي من قدام سور نادي الزمالك، مش اي حد ان هو نقدر نقول ده يقدر يتحمل مسؤوليه نادي الزمالك. الموضوع لازم يكون في لعيبه فعلا بتحب الكيان وتقدر تسعد جمهور نادي الزمالك. شيكابالا ودوره المؤثر داخل الملعب. شيكابالا طبعا نجم كبير، ودوره دلوقتي بالذات احنا محتاجينه مع تغيير الجهاز الفني، ان هو يلم اللعيبه تاني. بالتوفيق طبعا للكابتن معتمد جمال، بس برضو شيكا هو اللي ليه دور الابرز مع اللعيبه، يتكلم معاهم ازاي يلمهم كنجم كبير، الموضوع ما يبعدش. يعني لعيب غلط، لعيب اتدلع شويه زي ما بنقول يعني، بس هو شيكابالا هو ده دوره، هو دور القائد. يعني القائد دي مش كلمه، وشيكابالا نجم كبير وياما شال الزمالك بصراحه. شيكابالا برضو عبد الشافي النهارده موجودين جوه المستطيل الاخضر، ان شاء الله يكونوا موجودين بشكل اساسي، لكن ليهم دور كمان بره الملعب ان شاء الله. كمان قول لي توقعاتك للمباراه. بصي انا هختلف شويه مع الناس. انا ما عنديش مشكله على فكره لو لا قدر الله حصل اي نتيجه غير الفوز الزمالك، بس هي الفكره كلها ان ما يبقاش الضغط من كل حاجه. احنا النهارده السكواد بتاعنا سكواد كويس جدا، بس هو مش في احسن حالاته، خصوصا المشكله اللي حصلت اخر حاجه ديت، دي ما كانتش لطيفه في وقتها. ولكن اهم حاجه ان مجلس الاداره النهارده بدا يحط المعايير الصح اللي تمشي اي منظومه صح. ان انا بظبط اول حاجه اوضه اللبس من خلال النهارده مفيش حد اعلى من النادي، ان كان وات ايفر مين بقى اللي ماسك اللي لابس التيشيرت، بس اهم حاجه يعرف قيمه التيشيرت دي. انت النهارده بتلعب في نادي زي نادي الزمالك، نادي بطولات، ما عندناش حته ان انا بلوي دراع النادي عشان اخد عقد معين او برقم معين، لا خالص. احنا في دلوقتي منظومه تحترم.